قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: قال إياس بن معاوية: كنت في مكتب بالشام وكنت صبيا، فاجتمع النصارى يضحكون من المسلمين وقالوا: إنهم يزعمون أنه لا يكون فضلات لطعام الجنة. فقلت: يا معلم، أليس تزعم أن أكثر الطعام يذهب في البدن؟ فقال: بلى، وما يخرجه الجسم هو السموم، وما لا يحتاجه الجسم؟ قال: بلى. فقلت: وليس في طعام الجنة سموم ولا شيء غير نافع حتى يتخلص منه الجسم، فما تنكر أن يكون الباقي يذهبه الله في البدن كله؟ فقال: أنت شيطان.